يحلم فريق سموحة بالتتويج بكأس مصر لأول مرة في تاريخه تحت قيادة مديره الفني المتميز أحمد سامي، والذي صنع طفرة كبيرة في أداء ونتائج الفريق منذ الموسم الماضي وأعاده من جديد كأحد الأرقام الصعبة بين الكبار. فريق الحي الراقي الذي تخطى ديكرنس برباعية نظيفة في الدور الأول يواجه بيراميدز في ثمن النهائي في 25 من سبتمبر الجاري، وحال تخطيه هذه العقبة يصطدم بالمتأهل من الأهلي وإنبي بعدها بأربعة أيام في ربع النهائي، على أن يواجه الصاعد من هذا الرباعي فريق بتروجيت في نصف النهائي، ثم المتأهل من الزمالك وأسوان في المباراة النهائية والتي ستقام في 19 من أكتوبر المقبل. سامي تولى قيادة الفريق السكندري في 7 من سبتمبر العام الماضي خلفا لحماد صدقي، وأنهى الدوري خامسا، ثم عاد للمربع الذهبي بعد غياب دام 5 سنوات، وتقدم للمركز الرابع هذا الموسم برصيد 54 نقطة بعد أن حقق نتائج ممتازة، أبرزها الفوز على الأهلي بالقاهرة وهزيمة بيراميدز بثلاثية نظيفة. هل يستطيع سموحة تخطي كل العقبات في طريقه للتتويج بالكأس؟ ماذا عن صفقات الموسم الجديد؟ وهل يمكنه تعويض رحيل بعض نجومه الأساسيين مثل حسام حسن ومصطفى فتحي وأحمد عبد القادر؟ كيف يتوقع سير المنافسة على الدوري في الموسم الجديد ورؤيته لمستقبل منتخب مصر مع الجهاز الفني الجديد؟ أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة وأحد أفضل المدربين في مصر حالياً يجيب على هذه التساؤلات وغيرها مع شوبير في ملعب أون تايم. نورنا ومشرفنا النهاردة في ملعب أون تايم سبورتس. يعني هو على فكرة زميلي احنا لعبنا مع بعض، واحد من المدربين المحترمين الحقيقه، وكان من اللعيبه المجدين جدا اللي منورنا وشرفنا، صاحب المركز الرابع في بطوله الدوري العام كابتن احمد سامي. مساء الفل يا ابو الكبات. مساء الخير يا كابتن شوبير، منور ده نورك انت طبعا. مبسوط بعد نهايه الموسم؟ استريحت. استريحت. موسم صعب جدا يعني. صحيح. صعب على اي حد يعني. في الاخر يعني بلس اللعيبه كمان، احنا كجهاز كنا تعبانين جدا. ما بتلحقش يعني، يومين ويوم معسكر، يومين ويوم معسكر. وانت مطالب بقى في الاخير ده انت عايز تفنش كويس، فالعملية كانت صعبة جدا. بس انا ما كانش عندي شك انك هتاخد المركز الثالث والله. انت ما شاء الله كسبت كل الماتشات الاخيرة، وماتش المقصة يعتبر يعني بالمقارنة بالمباراة اللي قبلها هو الماتش الاسهل، وتقدمت 1-0 والدنيا ماشية. والله يعني بص يا كابتن، دي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا، بالنسبه لنادي سموحه وبالنسبه ليا لينا كجهاز. بس طبعا يعني مش فارقه ثالث من رابع، انت كده كده مركز ثالث دوري عام برضو حلوه يعني. انا ما بدافعش، بس احنا كويس يعني. بس احنا في الماتش يعني من جواك برضو تفرق. طبعا. الماتش الاخير اللعيبه كانت تعبانه جدا. طبعا تعبانه جدا يعني. طبعا عايزين الموسم يخلص. طبعا. وفي ناس مشيت بقى وناس عارفه انها مشيت، والفار فرق معانا. الفار فرق؟ طبعا جدا، ده لينا 2 بنالتي. يا سلام، ما لهمش حل. طب قول لي في الدقيقه كام عشان احاول اجيبها. مش فاكر. نشتغل لك فار هنا. طب في الشوط الكام؟ في الشوط بتاع الاولاني واحده والتانية واحده. حاولوا تشوفوهم كده يا جماعه، واكيد في تحليل التحكيم هتلاقوا سموحه والمقاصه، هتلاقوا في التحليل التحكيمي كان كابتن الشناوي وكابتن سمير اكيد شافوا اللعبتين دول. هتكلم كتير معاك على الدوري، لكنه الخبر الأهم الآن هو كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني قبل المواجهتان الهامتان أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم. إزاي قريت شفت سمعت الخبر؟ بص يا كابتن شوبير، طبعا المدرب ليه اسم كبير يعني معروف، يعني مدرسة البرتغالية شطار، مدربين شطار. هو في الوقت القصير ده اكيد هيبقى عنده داتا كويسه يقدر يتعامل مع اللعيبه، وفي نفس الوقت طبعا الماتش الجاي ده مهم جدا، فمش هيستحمل. عندك ماتشين لازم تاخد 4 بونت. مش هيستحمل، خصوصا الماتش الجاي ده لازم تكسبه. فما فيش هتستحمل الموضوع، يبقى فيه هزه.
فلازم يبقى التركيز عالي جدا من الجهاز كله المعاون كمان المصري يوفروا للراجل داتا زائد طبعا في انجاده طبعا معاه هيديله معلومات طبعا. فطبعا ده هيبقى عليه عبء كبير العشر ايام او الفتره اللي هو هيمسكها او سواء هيعمل معسكر او لا. فهو طبعا طبيعي لازم يعمل معسكر. بس المدرسه البرتغاليه استنى لازم يعمل معسكر طبعا. قد ايه قبلها؟ حتى ب 10 ايام. 10 ايام يعني يبدا على الاقل من اول اكتوبر مناسب، لان هيبقى فيها فترات تدريب ممكن صبح وبعد ظهر، يبقى يحفظ لعيبه بشكل كبير جدا. يعني اقل حاجه لاي مدرب 10 ايام. طبعا سواء كان جديد او قديم فبالك انه جديد. طبعا 10 ايام مدرسه برتغاليه. هو ليه اسمه واشتغل في مانشستر يونايتد، اشتغل في نوادي كتير جدا، فعنده يعني خبره كبيره جدا، واشتغل في برضه مع ايران، واشتغل مع السعوديه جنوب افريقيا. وجنوب افريقيا مهمه قوي تجربه جنوب افريقيا. طبعا نعم. لكن هو الاهم هو هيشتغل ازاي. هو طريقه تفكير هو دايما البرتغاليين هو مدرسه تحفظيه. هو بيقول انه مدرب يعني شكله يبان انه بيميل للدفاع، لكنه هو بيعمل كده وبيخطف اللي هو عايزه في الاخر. في الاخر المدرسه البرتغاليه بتعتمد على ثلاثه في نص الملعب اغلبيه الوقت. نعم. فما اعرفش بقى هو يغير الطريقه، يغير كل ده، عايز وقت عشان يحفظ الناس. بس لكن هو طبعا اسم كبير، وان شاء الله يعمل حاجه مع المنتخب. احنا بنتمنى له التوفيق طبعا. يعني انت شايف ان الوقت هو السلاح اللي يكون ضد او مع كيروش؟ طبعا. هو ال 10 ايام دي شايفها كافيه يعني. كافيه. ومن حسن الحظ اللي عندك دوري ولا عندك ارتباطات افريقيه ولا عندك شيء، ولسه بداتش المسابقه، انت اعلنت الكاس ممكن تغير فيه، ما فيش فيه مشكله، وبالتالي تدي الراجل يعني براح. انا شايف ان هو بالنسبه له هو يعني بالنسبه له هتبقى فرصه كويسه. هو قال كده. فرصه كويسه بالنسبه له. لكن انا شايف ان هو خدوا القرار. تالي القرار الاجنبي ريح كل الناس. نعم. اغلبيه الناس. فربنا سهل ويطلع بنتيجه ايجابيه. لكن برضو دور المدرب المصري دوره مهم. نعم. لكن حته ان الناس تتحط تختزل تجربه او تجربتين ان هو المدربين المصريين كلهم لا بالعكس، احنا انجازاتنا كلها مع كابتن حسن شحاته، كابتن محمود الجوهري، يعني معظمها كانت مع مدربين مصريين يعني. طيب يعني على العموم احنا بنتمنى التوفيق لكارلوس، وان شاء الله نوصل كاس عالم معاه. لو انت مساعد مع كارلوس كيروش تقول له ايه؟ كل واحد يلعب مكانه اهم حاجه. يعني مثلا ممكن انا ابقى حارس مرمى العب باك ليفت مثلا؟ لا يعني في لعيبه كتير جدا متوظفه الفتره اللي فاتت ما كانش في اماكنها. نعم. وحته برضه كان قفشه مع عبد الله السعيد، يعني في اماكن هو لعيب انت مش موفق. عمر جابر مع احمد توفيق. بالظبط يعني. وطريقه تغيير الطريقه شحات زيزو. هي خلي بالك رؤيه تحترم الكابتن حسام، بس يعني في الاخر احنا مش متعودين، اللعيب المصري مش متعود على تغيير مركزه في اغلب الوقت. بس وبالتالي الحفاظ او الاستقرار على الاماكن اللي احنا متعودين عليها تبقى افضل، الا لو كان بقى في طرد، لو كان في اصابات، لو كان في شيء اضطراري اثناء المباراه نفسها، او حتى وانت في معسكر وما عندكش حد يعني. بالظبط كده كابتن. يعني برايك كابتن احمد ايه سبب غضب الجمهور من الفتره السابقه؟ بص يا كابتن، لازم اي فرقه تمسكها سواء منتخب سواء نادي لازم تبان شخصيه المدرب في المنتخب في الاداء. الشكل ممكن في بعض الاوقات الاداء بيختلف، بس بتبقى الشخصيه موجوده. نعم. في ناس ما تبقاش موفقه بس عارفه واجبات مركزها وبالشكل الجماعي. نعم. مش بالشكل الفردي. انا ما بعتمدش على محمد صلاح بس، ما اعتمدش على قفشه بس، ما اعتمدش على لعيب بعينه بس. لازم اعتمد الشكل الجماعي هو قوه الفرقه. بغض النظر عن القدرات الفرديه اللي موجوده في الفرقه. والشخصيه دي ما كانت مفقوده في اداء المنتخب المصري في اغلب الماتشات الفتره اللي فاتت. نتيجه ان ما فيش فتره كافيه للكابتن حسين. وده بيتهيألي هو غضب الناس من الاسلوب ده. لكن هو النتائج كانت ايجابيه مش سلبيه، بس هو في نفس الوقت كانت المؤشرات سلبيه، مؤشرات الاداء سلبيه، ان ممكن يحصل مشكله في الاخر. البعض قال انه يعني
انت حضرتك اول ما بدات قلت لي احنا تعبنا كجهاز فما بالك باللعيبه. اه هو نفس الامر برضو المنتخب ما هو خد اللعيبه دي، انت ما عندكش غير 3 لعيبه او 2 لعيبه اللي بيلعبوا اساسيين، حجازي وصلاح من بره مصر، الباقيين كلهم محليين، ونزل مصطفى محمد تلت ساعه، وبالتالي واعتمد على اللعيبه المرهقه دي. طيب ما هو في الاخر انت المنتج الدوري ده منتج مهم جدا، لكن منتج الدوري ده لازم يتحسن في تنظيم المسابقه، وتنظيم المسابقه دي مشكله كبيره جدا هتاثر على كل عناصر المنظومه. طيب جرتني لسؤال تاني، الدوري اللي جاي اللي هيبدا يوم 25 اكتوبر مع اجنده متخمه لاهلي وزمالك وبيراميدز ومصري وبطوله عربيه وبطوله افريقيه وكاس عالم للانديه وبعدين استمرار تصفيات كاس عالم وبعدين اذا ربنا اكرمنا ان شاء الله يكون في كاس عالم بامر الله سبحانه وتعالى، فشكل الدوري اللي جاي بتفضله ازاي؟ من غير دوليين؟ لا صعب قوي. ليه؟ بس عايز تعمل دوري منظم وينتهي بمواعيد تاخد قرارات حاسمه عشان تعدل الدفع، عشان تعدل المواعيد. هتعدل المواعيد خلاص مالكش دعوه بالدوليين، اللي يروح يروح مع الدوري ما توقفش الدوري. يعني نادي زي الاهلي مثلا فيه 7-8 لعيبه، نادي الزمالك فيه 5-6 لعيبه، نادي زي بيراميدز فيه 5-6 لعيبه، ما انت كده برضو نادي بيصرف ويدفع دم قلبه وفي النهايه بتساوي الجميع. طب ما هو انت كده في الاخر اللعيب بيتعور اللي 8 و10 مليون و20 مليون بيتعور ويتحرق عضلاته. طيب. ما هي كده يعني، هي لما تحسبها منتج الدوري مهم، لازم يبقى منظم ويبقى من A to Z مواعيد هيبتدي وهينتهي. فانت عشان تظبط القصه دي لازم تعمل قرارات حاسمه. تيجي على حساب انديه ماشي، هتيجي على حساب انديه، لكن في الاخر الدنيا هتمشي بقى منظمه في الاخر. طيب البعض بيقول لك طب ما تفكر في الدوري اللي انا بكرهه بس خلاص، يعني انت عارف ايه الضرورات تبيح المحظورات، وهو دوري المجموعتين او دوري من دور واحد. ده فاشل يا كابتن دوري المجموعتين ده، ده ممكن تلاقي فرقه كانت مفنشه رابع ولا خامس بتنافس على الهبوط. دوري فاشل يعني جدا. بقول لك لو انت عندك مجموعتين كل مجموعه من 9 خدت الاربعه من هنا والاربعه من هنا وعملت دوري من دور واحد، والخمسه من هنا والخمسه من هنا، بقى عندك 8 هنا وبقى عندك 10 هنا، دوري من دور واحد، دول بيهبط منهم 3 ودول بيتوج منهم بطل واحد في قمه انا بقول لك وجهات النظر. يعني لا حاجه فاشله جدا يعني. فاشله. طبعا. طب دوري من دور واحد يعني خلاص ما نعملوش. طبعا يعني انت الحل الوحيد اللي عندك من غير دوليين. بص الدنيا هتمشي كويس قوي طبعا، ده جاي لك على التبطاب. لا والله انا لو انا لو مش ماسك فرقه هقول كده برضو. بس لو انت ماسك الاهلي او الزمالك او بيراميدز عمرك ما هتقول كده. ما هو انا اقول انا ماسك غير الدوليين ده معناه ايه كمان؟ بص يا كابتن، انه لعيبه اللعيبه المحترفين في الاهلي او في الزمالك او في بيراميدز من الخارج ما كلهم دوليين، فيلعبوا في الارتباطات الدوليه. بص يا كابتن، فمش هيبقوا موجودين. بص يا كابتن، انا ماسك الاهلي اقول انا لا ما ينفعش، في اتحاد كوره هو اللي يقول. بس عايز تنظم مسابقه دوله عريقه زي مصر تاخد قرارات حاسمه، تراضي الناس كلها هتبقى فاشل. طيب من غير دوليين ما نجحتش يعني، او الاقتراح رفض، هل هنقدر نكمل دوري عام يبدا 25 اكتوبر مع الوضع في الاعتبار ان الدوري السنه دي بدا في شهر 12؟ انت برضه هنبقى نفس القصه السنه دي. هنقعد مطولين لغايه الاخر، ويكمل يا اما في الاخر نقول يتلغي والكلام ده، النغمات اللي بتحصل زي كل سنه بقى لنا فتره كبيره جدا من 2011 يمكن او 2000، بقى لنا فتره كبيره فتره من ساعه ما قعدنا. من بقى لنا فتره كبيره مش عارفين ننظم المسابقه بشكل كويس. بس يعني فانت شايف انه لا يوجد امل الا انك تلعب دوري من غير دوليين طبعاً. لمده دوري زي الناس الطبيعيه. لكن هتبقى مش طبيعي لو انت كل المحافل الدوليه دي عملتها وعملت الدوري بيهم. اولا اللعيبه هتتحرق عضلاتها، وهنشوف المنظر اللي شفناه في المناسبات كتير. لكن انا شايف اللي انا حضرتك قلته يعني هو ده الحل الوحيد. شايف انه كيروش هيبقى همه الاول في الفتره الاولانيه انه يضع نظام للمنتخب من جديد؟ هل من الممكن انه يفاجئنا بضم لعيبه جدد؟ وهل ده هيبقى مسؤوليه المعاونين
ولا فنجادة، لأن هو هو عراب الصفقة هو فنجادة. المستشار الفني تاني أنا بكررها رغم الناس كلها هتطلع تنفي، ليه كروش مستشار فني بيستشيره في كل حاجة بيسأله في كل حاجة هو فنجادة؟ هل هيساعده في ضم لعبة جدد ولا هو مضطر خلال المباراتين القادمتين انه يحافظ على الهيكل اللي معاه؟ لا مضطر طبعا، مضطر يعني كلمة موجزة، يعني صعب جدا يعمل تغييرات او عناصر جديدة في الفترة دي. هيكمل بالبتاع يعني الماتشين دول بس، الماتشين دول. لو انت كنت موجود مكان كابتن حسام البدري في مباراة انجولا وليبيا، مين من اللعيبة كنت شايف انه يستحق انه يكون موجود، او مين اللي كان موجود وما لعبش كنت في انجولا والجابون، او مين اللي كان موجود وانت شايف انه كان احق انه يلعب بدل ما يقعد على دكه البدلاء؟ يعني مثلا انا شايف مصطفى فتحي كان يلعب اول ماتش حتى لو تغييره، يبقى موجود في الملعب، يبقى موجود في الملعب. شايف ان طريقه اللعب ما تتغيرش، لان احنا برضو فرقه ليها شخصيه قويه، يعني المفروض ما تغيرش اللعب وتلعب بثلاثه ديفندر بتاثر على الشكل. وخلي بالك ثلاثه ديفندر ما حدش بيعرف يلعبها في مصر خالص. ليه؟ ثلاثة ديفندر عايز تمرين بشكل معين. في أوروبا منتشرة، لكن هنا من ناحية تكتيكية ما بيشتغلهاش بشكل كويس. فدايما انت ثلاثة ديفندر بالنسبة لتفكير اللعيب المصري لو ما تمرنش عليها هي طريقة دفاعية، فبتبتدي تضغط زي ماتش الجابون كده. لكن لو لعبت بطريقتك المتبعة 4-2-3-1 بكل واحد مكانه، كان منظرنا هيبقى أحسن من كده بكتير. طب تفضل أنهي طريقة؟ 4-2-3-1 اللي منتشره في مصر واللعيب لو انت عندك وقت غير، لكن انت ما عندكش وقت. وما عندكش وقت لازم اللعيب يبقى من نواحي التكتيكيه الجماعيه وتصمم كمدرب حتى لو عندك 4-5 أيام تشتغل معاهم بالنواحي التكتيكيه. لازم تصمم ان اللعيب ينفذ لك ده. لو ما نفذش ده لو شفته في التمرين ما بينفذوش بشكل كويس ما تلعبوش. كم مره كابتن احمد غيرت طريقه اللعب اثناء المباراه؟ يعني لما يكون فيها ريسك بغير بس، لكن هي انا مش من المذهب حته ان انا بغير طريقه اللعب من غير سبب. برضو تاني يعني مباراه ايه اللي ممكن الاقيك لعبت فيها بثلاثة تفندر او لعبت بثلاثة 5-2 او 5-3-2؟ ولا ماتش، ولا ماتش، ولا ماتش، ولا اقدر الجأ له. طالما مرنتش اللعيب عليه ما عملوش. بس اكيد انت اللعيبه معاك كل يوم، واكيد بيبقى في ماتش شايف ان الماتش ده ممكن اغير في طريقه اللعب، فبتقول لهم يا اولاد ممكن نلجا لتغيير طريقه المباراه. مفيش حاجه اسمها طريقه دفاعيه وطريقه هجوميه. الكلام ده مش صحيح خالص ومش علمي. كل طريقه انت ممكن تزود فيها الطريقه الشكل الدفاعي، الشق الهجومي او الشق الدفاعي. بالظبط، هي دي القصه كلها. لكن مفيش حاجه اسمها طريقه دفاعيه ان انا دافع وطريقه هجوميه ان انا هاجم، مفيش الكلام ده خالص في كوره. في حاجه اسمها تكتيك هجومي وتكتيك دفاعي، الاثنين يبقوا متوازنين مع بعض في الطريقه. طب انت عايز تشتغل على نواحي دفاعيه يبقى هنا في طريقه دفاعيه، لا توظيف اللعيبه بشكل طيب دفاعي. طيب انا وظفت اللعيبه بس نفس الطريقه. ايوه بس وظفتهم دفاعي في نفس الطريقه. يعني مفيش حاجه اسمها طريقه انا بلعب بيها. يعني مثلا في مباراه انت حضرتك ماشي، بلاش كلمه طريقه، اسلوب لعب. انا بلعب مثلا الماتشين عندك مثلا اطهر الطاهر عندك مين باك ليفت؟ شكري مثلا. شكري مثلا فطايرين طول الوقت، او شريف محمد شريف، او شريف رضا، شريف رضا شريف رضا طايرين طول الوقت. فبتيجي في مباراه تقول لهم لا النهارده مش هنطير. طيب فهنا انا مغير المنهج. ايوه بس مغير الاسلوب. الطريقه كمان الفورمه هي هي. بس انا النهارده الواجبات الدفاعيه اكتر من الواجبات الهجوميه للخط الظهر مثلا. ما بتفرق برضه كابتن. طبعا بتفرق. لكن مش الطريقه. كم مرة بقى لجأت لده في الدوري؟ يعني قليل. يعني لما اكون مثلا كسبان وعايز احافظ على النتيجة اخر 5 دقايق ممكن ازود نص الملعب شوية. لكن حتة ان انا اغير بقى ولاعب 3 سردباكات ومش متمرنين عليها والكلام بقى اللي هو ده كلام مش انا بالنسبة لي كلام مش علمي ومش كلام. طالما ما مرنتش اللعيب عليه لا يمكن اطلب منه. ما بتحبش تعمل ده خالص، لا يمكن. البعض قال انه رغم تألقك انت ما خسرتش اظن غير من اهلي وزمالك واسماعيلي. مش كده ولا انا مش واخد بالي؟ 4 ماتشات اهلي زمالك مرتين واهلي مره والاسماعيلي مره. مش كده؟ هم دول 4 ماتشات انت خسرتهم. البعض قال انه أسوأ مباراتين لعبتهم المباراه الاولى امام الزمالك والمباراه الثانيه امام النادي الاهلي، صحه هذا الكلام؟ بص المباراه الاولى قدام الزمالك كنت استحق اتغلب. تستحق تتغلب؟ كناش موافقين خالص حتى في الاداء في الشكل في
كان بداية الموسم وكانت الموضوع صعب يعني. لكن الماتش الأهلي اللي اتغلبته برضو احنا بدأنا 35 دقيقة كويس جدا يعني، كنا يعني هجمة هنا والأهلي بيهجم مرتين، احنا مرتدات بنشتغل بشكل كويس متوازن مع الأهلي، لكن حصل غلطات في سبع دقايق غلطات مش مبررة. أي. فالنتيجة طبعا بقت ثلاثة مرة واحدة. نعم. فصعبة جدا تخش بين الشوطين والنتيجة تبقى ثلاثة. وفي نفس الوقت أنا ما لجأتش برضو للنواحي الدفاعية. عشان كده بقول إنه أنت زودت قوي في اللعب المفتوح، وده أخذ على الكابتن أحمد سامي في النتيجة كانت قاسية. أنت مغلوب. نعم. المفروض تعمل إيه؟ أوقف النتيجة على كده ولا أحاول أقرب؟ ما انا لو انا في مدرستين، مدرسه اقول لك ما اطلعش بهزيمه قاسيه، المدرسه دي بقى بتاعه المدرب اللي هو عايز يستنى كام شهر. لكن انا مش بتاع الحاجات دي. انت بتلعب بطريقتك. اتغلب 1-0 بس الكلام ده مش عندي خالص. انا مغلوب 1-0 زي مغلوب 3 بس بتفرق يعني. اقول لك الاهلي فاز على سموحه 4 غير اقول لك سموحه. طيب. في الاول في الاخر خسران الاهلي 4 وكسبت الاهلي الدور الاولاني. مظبوط. ما ده اللي كنت عايزه. وبعد الماتش الاربعه ايه اللي حصل؟ كسبت تاني، فنشت رابع. نعم. يعني ما لهاش علاقه خالص، ما اثرتش على نفسيه الولاد. لا، انت بقى كدورك كمدرب تطلع اللعيبه من الهزيمه دي وتدخلهم في ليفل مختلف. بس خليني اسالك عن كاس مصر، لانه هو البطوله الاقرب ليك يعني، وعندك مباراه مع بيراميدز. كانت اقرب لما كان الدوري شغال. طبعا انت ما انت فورمه وشغال كويس ومعاك الفرقه كامله، انت دلوقتي تعمل فرقه جديده وبقول لك الكاس فجاه. كنت عايز تلضم الكاس في الدوري واحنا شغالين في الدوري. الطبيعي ده ماتش بيراميدز ده اتاجل بتاع 7 مرات. والله زي ما بقول لحضرتك كده موضوع صعب جدا. كان نفسي واحنا في فورمه واحنا خلاص اشتغلنا واللعيبه شربت الطريقه وخلاص دخلنا وبقى فيها حالة جماعية بيتمناها كل مدرب الحمد لله احنا كجهاز وصلناها. كان نفسي بقى نكمل الكاس بالمنظر ده، لكن انت دلوقتي انت بتعمل فرقة جديدة. انسجام بقى ازاي؟ انت داخل، انت اديتهم اسبوع راحة، اسبوع وقالنا 3 ايام بنشتغل صبح بعضه. لكن هو في نفس الوقت لعيبة جديدة، في لعيبة جاي ممتاز به، في لعيبة صغيرة. انت اللي مختارها؟ من ممتاز به. ممتاز به. كنت متابع ازاي؟ بتفرج عليهم وبتابع، وفي ناس بسألها ومدربين كمان. مدربين بتاعهم بسألهم، مدربين ثقة يعني. بس فيعني انت مدرب يعني عايز يتطور، لعيبة انت أفارقة بتجيبها لازم ما عرفتش اللي احنا بنلعب ازاي، عندك ما عندكش وقت. فكل الكلام ده مش حاجة كويسة يعني. خروج لعيبة عندك أساسيين، حسام حسن في وسط الموسم ثم انتقل بشكل نهائي للنادي الأهلي، مصطفى فتحي كان اعاره عاد الى نادي الزمالك، محمد عبد المنعم استردباك ما حدش حاسس بيه من اللعيبه الهايلين، عبد القادر، احمد عبد القادر، احمد عبد القادر كابو كمان اعاره. اربع عندي سته. سته سته نص الفرقه. نص الفرقه كانت بتلعب يعني. هل ده يعني مؤشر انه فرصك في الكاس هتكون اقل من بيراميدز؟ بص احنا هنجتهد ونشتغل يعني. انا عايز الفتره اللي فاتت بقى، فتره الموسم اللي فات، قبل ما اقول لحضرتك النقطه دي، انا بشكر طبعا الناس كلها اللي في سموحه يعني. الفتره بتاعه يعني باشمهندس فرج يعني بشكره جدا جدا جدا، لان هو بصراحه كان داعم ليا شخصيا وداعم للجهاز وداعم للفرقه بشكل كبير جدا. على طول متواصل معانا، على طول سبورت معانا، ودي حاجه حقيقه ولازم اديله حقه يعني. نعم يستاهل. يستاهل. وبشكر طبعا الكابتن ناجي، وبشكر هاني العجيزي، وبشكر طبعا عمرو اسماعيل ده مدير شؤون اللعيبه. نعم. عبد الباري ده مدير اداري، كابتن. نعم. عبد الباري وكابتن عادل محجوب برضو اداري مميز جدا. معاكم خطوة احمال اجنبي باين؟ ويلي ده كان في الدوري الانجليزي. ده كان كابتن حماده الصدقي اللي كان جايبه، كان موجود في الجونه. وكابتن حماده جابه معاه. وانا وكمل. كمل. وانا شايفه ان هو اضافه برضو كويسه جدا. كان في الدوري الانجليزي برضو يعني، واشتغل معانا فتره كبيره جدا كويس. واحنا ضفنا بقى ناس من وطبعا بشكر كل حتى عمال الملابس يعني، حاجه يعني عمال غرف الملابس، وبشكر اللعيبه بقى جدا جدا جدا. سواء اللي مشوا او اللي موجودين معايا. ادوا بشكل كبير جدا يا كابتن. كنا مضغوطين بشكل كبير وعندنا قايمه كانت قليله، اصابات طويله، ناس بتلعب مش في مراكزها. نعم.
حسام هداف الدوري مشي وتعاملنا بشكل كويس، وبشكرهم كلهم وبشكر اللعيبه اللي مشيت. مصطفى فتحي يعني كان 17 هدف، كان لحظه مؤثره جدا، لحظه مؤثره. وعبد القادر، خليني بس ناخد لحظه مشيان مصطفى فتحي، لانه ما اعتقدش ان مصطفى على مدى لعبه في الدوري الممتاز حصل له هذا التالق، الاهداف اللي جابها بسم الله ما شاء الله يعني بشكل غير عادي. وانا الحقيقه في مداخلته معايا هنا مش هنساله جمله، قلت له سبب تالقك مع سموحه؟ قال لي الكابتن احمد سامي مديني حريه تامه. قلت له انا ما بتدافعش؟ قال لي كتير جدا ما بيبقاش عندي واجبات دفاعيه، بيديني الحريه المطلقه وبالتالي بلعب بدون ضغوط وبالتالي ربنا موفق. بص مصطفى لعيب كبير جدا. كنت متوقع له النجاح ده يا كابتن احمد؟ يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني ابقى اوفر. لا انا كان عنده حاجه انا محتاجها. نعم. عنده المهاره العاليه جدا اللي مش موجوده في لعيبه الدوري الممتاز. المهاره العاليه، وانا بحب اللعيب المهاري. وكنت مستغرب جدا ان هو مش مستفادين بيه في نادي الزمالك. فلما كلمته في التليفون وحب يجي وتنازل عن فلوس كتير جدا بره وجي معانا الفتره دي كويس. انا وظفته بشكل مختلف عن ما كان طريقه لعبه طول عمره. وحته الواجبات الدفاعيه، انت مش مطالب بكل اللعيبه ترجع تدافع. في نظريات من المدربين او بيشوفوا الموضوع ده لازم ال11 ينزلوا، لكن انا كنت بستعمل مصطفى فتحي في مساحات هو اول مره يشتغل فيها. والمساحات دي كانت مسهله له الموضوع جدا يبقى قريب للجول. كان دايما مصطفى فتحي بيلعب على الخط قوي ويستلم الكوره في رجله. لا احنا غيرنا الكلام ده خالص. اولا دخل في بعض الماتشات كان بيلعب رقم 10، فبعض الماتشات بيلعب راس حربه تاني. فالمساحات استلامه للكوره ما بقاش كل كوره يستلمها في رجله، كان في بعض الوقت الكبير جدا، وكان التحدي ان اللعيب يصدق كلام المدرب. يصدق كلام طبعا المدرب. يصدق كلام المدرب سواء في التمرين وبينعكس في الماتش. ايوه بيتمرنوا على حاجات معينه وبيلاقيها الموضوع تسهل له في الماتش. فيبتدي يعني ايه زي ما تقول يركز اكتر في الكلام المدرب، فلما يصدقك خلاص هيبتدي يبدع. مصطفى عنده الحاجه الكبيره جدا حته الابداع. برضو الابداع طبعا لعيب مبدع جدا. برضو لعيبه كتير جدا، عبد القادر، منعم، رجب نبيل، عز، يعني في لعيبه، اسلام جمال، يعني في لعيبه كتير جدا مش عايز الهاني سليمان. يعني حاجه يعني. وطبعا الكابتن ناجي عمل مجهود كبير جدا معاه وطور حاجات كتير جدا في طريقه اللعب. احمد ناجي هادي قوي، ذكي قوي، خبير قوي طبعا. ده حاجه يعني اضافه لاي جهاز. اضافه طبعا، اضافه لاي جهاز. احساسي انه مش كعب روباجاندا، راجل بيشتغل هو عارف عايز ايه من الحارس. طبعا هو انا في البدايه انا عايز اقول لحضرتك حاجه. كابتن ناجي احنا ما بيتعبش اي مدرب. لا انا بلعب بطريقه معينه. لازم رتم الجون يبقى زي رتم الفرقه. فهو ساعدني في الحته دي مع هاني سليمان. هاني سليمان بيلعب برجله كويس. احسن موسم عمله في حياته. بيبدا الهجمه. يعني الهاني طول عمري بحبه كحارس مرمى وحارس موهوب الحقيقه يعني. بس يعني رغم كبر السن ده ما انضمش منتخب غير مره او مرتين. اول مره بقى يروح وفي السن ده وعامل موسم. لو كابتن ناجي مرنه من زمان كان فرق معاه. هو ناجي برضه اللي كان ضم المنتخب قبل كده. بالظبط. هو رتم هاني بقى زي رتم الفرقه. بس نقطه مهمه هي دي. طبعا رتم هاني بقى زي رتم الفرقه طبعا. وده مهمه جدا. كان كنت حاسس انه مهمه قوي يا كابتن احمد. يعني انا بكلمك بقى كحارس مرمى، انك تبقى مستمتع ومرتاح طبعا مع المدرب. يعني انا في مدربين كتير جدا دون داعي لذكر اسماء دربوني ما كنتش مرتاح ولا كنت مستمتع، وفي مدربين دربوني علموني كتير جدا بس ما كانش عندي حته الاستمتاع بس اتعلمت، وفي مدربين قليلين جدا دربوني كنت مستمتع ومرتاح. فاحمد ناجي او الكابتن احمد ناجي عفوا من المدربين دول اللي يخليك مستمتع ومرتاح. ما بتكلمش مرتاح بدنيا، مرتاح ذهنيا طبعا، مطمن بمعنى ادق. يعني بص يا كابتن، تعاملك مع اللعيب مهم جدا. هو البدايه. ايوه عشان تعمل شغلك. نعم. فتعاملك هيبقى اجريسيف. بيبقى اجريسيف في بعض الامور اللي هي عايزه يتطور فيها بسرعه. أيوه. ممكن ادوس عليه الكلام ده، بس يبقى في رصيد بينك وبينه.
ما ينفعش تهين اللعيب. ما ينفعش حتى لو هو عنده قصور من النواحي الذهنية شوية ما تطورش بسرعة. لازم تبقى أنت واحدة واحدة عليه. أي. لكن هو نمرة واحد عندي هي النواحي الذهنية للعيب. النواحي الذهنية دي هي نمرة واحد عندي. مين أكتر لعيب بيستجيب معاك في النواحي الذهنية؟ كان مصطفى فتحي. مصطفى اه طبعا. كان عبد القادر. احمد عبد القادر. وادي محمود. وادي كبير الوادي. كبير الوادي. حسام حسن. في خط الظهر كان منعم. ده انت بتتكلم على كل اللي ماشيين. لا وفي موجودين. رجب نبيل. عزت. يعني شريف. احمد جمال قبل ما يجي له صليبي. شكري قبل ما رجله يعني في الحاله الجمعيه دي يا كابتن لازم انت توجدها كمدرب. ما دي قوتك. نعم. لكن انت هتعتمد على لعيب قدراته الفرديه كويسه النهارده كويس الفرقه كويسه النهارده وحش الفرقه وحشه. لا انا أحمد مش انت جبت الثقه دي منين؟ شغل يا كابتن. مش شغل. شغل. انا كنت دايما انا بالنسبه لي يعني كنت دايما عايز اعرف الناس بره بتلعب الكوره دي ازاي وبتوصلها ازاي. عملت معايشات بره او لا انا كله على المشاهده. مشاهده. مشاهدة يعني. طب متأثر والقراية. متأثر بمين من المدربين؟ بص هو في انا زي ما كنت بتكلم مع المدربين. احنا طبعا ضفنا احمد عبد العزيز مدرب عام. وضفنا صلاح امين مدرب معانا. والله حاجة جميلة جدا منكم. صلاح امين خلي بالك واخد يعني واخد شهادة يعني. برافو عليه. فضفناهم وكنت بتكلم معاهم. في انت كمدرب عندك الآليات بتاع كل طريقة. تبدأ من تحت بالتسلسل عندك الآليات بتاعتها. انت كمدرب. وعندك آليات اللعب المباشر. وعندك آليات اللعب الطويل. انت بقى كمدرب هتستعملهم مع اللعيبة ازاي على حسب اللعيبة اللي عندك. في كرة بتاعت الاغنية. اللي هي كرة بتاعت الاغنية. يعني كرة بتاعت الاغنية. بتاعت الفرق الكبيرة بتاعت الاغنية. يعني مثلا كرة بتاعت جوارديولا دي انا بسميها كرة بتاعت الاغنية. اللي الناس اللي مش فارقة معاها. كواليتي عالي قوي. تبدأ الكرة من تحت تخلي الجون في مناطق ريسك يشتغل بشكل كبير جدا. ودي الكرة بتاعت الأغنية ان هو في الاخر انت ممكن يجي فوق جون لكن هتعوض. دي كرة أغنية. الكرة المباشرة اللي انا بحبها اكتر كرة الفقرة بقى ولا لا مش كرة الفقرة. دي الكرة اللي يعني بتاع الكلوب. كرة المباشرة اللي ما فيهاش تسلسل كبير جدا. بتعتمد على دي مدرسة يورجن كلوب. بتعتمد على المواقف الدفاعية اللي بتخلق المواقف الهجومية. يعني انت متأثر اكتر بيورجن كلوب. يعني مش مش يورجن كلوب. يعني هي دي مدرسه موجوده. شايف ان هو النموذج الامثل لتطبيق المدرسه دي في 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 مع اللعيبه اللي كانت موجوده معايا السنه اللي فاتت. قبل ما اروح لفاصل شايف انه استمرار الكاس لصالح الكره المصريه ولا كان الافضل الغاءه السنه دي؟ لا افضل الغاءه خلاص. افضل الغاءه. طبعا مالهاش لازمه يا كابتن. اربع ماتشات مالهمش لازمه خلاص. فقدت يعني خلاص. انت لعيبه انت معيشهم في الدوري في حاله. اللعيبه دي بقى اللي خد راحه. يعني مثلا الاهلي واخد 10 ايام راحه. وجيت فجاه قلت له ماتش السوبر يوم 21. نعم. يعني انت مطالب 10 ايام ترجع اللعيبه فورمه. مظبوط. موضوع صعب. صعب. على الجيش. على نادي الجيش وعلى الاهلي. نعم. احنا بالنسبه لنا بنكون فرقه جديده فخدنا غدين اسبوع راحه. ابتدينا لسه اهو. قال لك الكاس يوم 25. فانت مطالب ان انت تعمل حاله الانسجاب اللي انت كنت عايش عليها السنه اللي فاتت والناس شايفه سموح عليها السنه اللي فاتت تعملها في ماتش بيراميدز. وده امر صعب جدا. امر صعب. صعب جدا. بس يعني انت كسبان بيراميدز في الدوري اخر ماتش. ايوه ماشي يا كابتن ماشي. كسبان ثلاثه يعني مش ماشي اي ماتش. ماشي يا كابتن. بس هم ما سابوش حد وضموا حد. ده عام طبعا يعني. فانت انت كبالنسبه لك وخلي بالك برضو يعني باشمهندس فرج متعاون جدا في القصه دي. بس هو بس هي المشكله في ايه؟ احنا ما بنديش فلوس للعيبه كتير. لان اللعيبه مأفوره والانديه مساعده على كده. الارقام زياده كتير جدا يعني. كل لعيب صغير اديله 6 مليون و7 مليون. انا ما عنديش الكلام ده ولا هديه لان انا مش مقتنع بيه. اشوف لعيب ممتاز به ابتدي اطلعه. انا مش مقتنع بالكلام ده لان اللعيب وخلي بالك ان انديه مساعده على القصه دي. بالارقام الكبيره. بالارقام الكبيره مأفورين زياده عن اللزوم. اصل انت خلي بالك احسبها في 50 لعيب. كيانات كبيره بتجري وراهم. 50 لعيب دول هيخلصوا. في كيان زي فيوتشر طالع. في كيان زي فاركو طالع. في كيان زي البنك الاهلي بيصرف فلوس كتير. فكيانات كتير بيتخلقوا كلهم على 20 30 لعيب. بس خلي بالك كل الارقام بتقال دي مبالغ فيها. مبالغ فيها جدا. يعني مفيش لعيب يا فندم مش حقيقيه يعني. يا كابتن نعم. الدوري المصري عندنا لعيب وصغير كمان. سيبك من اللعيبه الكبيره. وصغير كمان ياخد 7 8 مليون جنيه عقده بس.
في السنة. في السنة ليه يعني بيعمل ايه؟ كارثة. كارثة طبعا. وخلي بالك اللعبة دي مش هتكمل. ليه؟ طموحها اتقتل خلاص. هو صغير طموحها اتقتل. انا الطموح عندي كمنتج عندي في مصر ان انا اقدر اعمله ان انا اخلي اللعيب ده يجري عشان يحترف يثبت نفسه وموت نفسه. والاحتراف هو هدف. بياخد هنا قد الاحتراف خلاص. ما انت خلاص. وبعدين انت اصلا انت عندك دوري مش منظم. الخناقه الكبيره جدا على لعيبه بارقام فلكيه. انا ممكن افهم ان الاهلي يجيب لعيب غالي بعد ما راقبه 5-6 سنين في الدوري. يعني حسام حسن ده مثلا من احسن الفراوده في مصر. هيلعب خلي بالك هيلعب اساسي في المنتخب. طب ليه يلعب في اساسي في المنتخب؟ عشان راح الاهلي. طب هو سموحه هو هداف التاريخي لسموحه ما راحش راح المنتخب ايه شرفي بيروح شرفي. لكن هو كابتن حسن شحاته مثلا خد جده وهو في الاتحاد مظبوط ولعب وكسب وكان سبب من اسباب ان احنا نكسب كاس الامم مظبوط. فدي مدرب. لكن احنا ايه اللعيب لازم يروح الاهلي عشان ايه ناخده. لازم يروح الزمالك عشان يروح المنتخب. لازم يروح بيراميدز عشان يروح المنتخب. الكلام ده مش صح. لكن حسام حسن لعيب كبير جدا ولعيب كويس جدا وشقي جامد جدا. شقي طبعا جامد جدا عشان يروح نادي الاهلي. عشان يروح نادي الاهلي. انا افهم النادي الاهلي يدفع فلوس في لعيب مراقبه بقاله 5 سنين عمل حاجه في الدوري. لكن لعيب لسه عمل موسم واحد اروح اديله 12 مليون و15 مليون كلام مش صح. شايف انه فيها افوره ولازم تعمل طموح للعيبه لانك انت عايز تصدر لعيبه كابتن. نيجيريا وافريقيا بيصدروا لعيبه تصدير وبتجيب للبلد عمله صعبه. خليك دوري مصدر. بالظبط. النهارده تعمدت استنى بعد الساعه 12. امبارح الاول كان عيد ميلاد كابتن ربيع ياسين. بنقوله كل سنه وانت طيب يا ابو الكباتن ويا شيخ ربيع. ربنا يديلك الصحه يا رب وطول العمر ودايما كده فرحان وسعيد وعامل شغل هايل مع بتروجيت. النهارده بقى اللي هل علينا بعد 12 ده عيد ميلاد بقى مين؟ شيخ المدربين كابتن محمود ابو رجيل. طبعا شخصيه جميله جدا الطيب الحلو نقي اللي قلبه ابيض من البياض واحلى من الحلاوه طيبه طبعا وجدعانه خير لسه هقولها الخير اللي موجود عنده. يعني انا بتشرف ان احنا زملاء في جمعيه رعايه اللاعبين القدامى الحقيقه بفضل الله. الدور اللي عاملاه الجمعيه البركه في الله وفي الراجل ده والكابتن عبد المنعم الحاج سنه ما اقول بقيه الاسماء عشان ما انساش الله يرحمه اللي هو ابراهيم فاروق وزملائنا بقى الاعزاء كابتن زيزو كابتن فتحي مبروك كابتن جمال عبد الحميد كابتن ربيع ياسين زميل محمد صلاح دندش زميل محمد الجرجاوي الزميل طارق رضوان وبتشرف ان انا اكون واحد منهم الحقيقه. فالكابتن ابو رجيله هو صاحب اكبر الايادي البيضاء. كل سنه وانت طيب يا اجمل واطيب كابتن ابو رجيله. النهارده يوم مش عادي للكويره في مصر لأنه شاهد من 80 سنة مولد القلب الطيب النقي والحضن الدافي للجميع محمود أبو رجيلة. أبو رجيلة عفت قريب هدى عفت وحمادة أمام شماله هدى حمادة وحمادة النبيل هو جول براسه جول هيحط جول. كل اللي عرفوه بصموا ليه بالعشرة رجولة وجدعانة وتضحية لأقصى درجة. الصيت ولا الغنى تجسيد لقصة حياته اللي تحولت من عامل بسيط في جراج الأميرية لواحد من أهم وأشهر نجوم الزمالك في الستينيات. مش كده وبس، ده كمان اتسمى على اسم واحد من أهم وأشهر رجال الأعمال في عصره وهو كان بيروح النادي في أتوبيس نقل عام. وعلى رأي المثل الصيت ولا الغنى. النجم الكبير كان ضمن الجيل اللي حقق أول بطولة دوري في تاريخ الزمالك موسم 59-60 وكمان كان عالم في الفريق اللي كسب أول لقبين دوري ورا بعض وكاس مصر مرتين في فترة الستينيات ورفع راس الزملكاوية في كل بر المحروسة. سجله الدولي مع منتخب مصر حاجة تشرف، أما مسيرته كمدرب فخد عندك. أول مدير فني يقود مدرسة الفن والهندسة للفوز ببطولة إفريقيا سنة 84 وفي نفس الموسم ده فاز بالدوري وبعدهم بأكتر من 15 سنة كسب كاس مصر سنة 99. مساهماته في أعمال الخير وخدمة زمايله وخفة دمه حاجات صعب تشوفها في شخص واحد.
علشان كده وباسم كل عشاقك يا كابتن أبو رجيلة بنقول لك كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب، كل سنة وانت بخير، وكل ثانية وانت عالم للروح الرياضية والأخلاق بكل معانيها الحلوة. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. طيب خلينا نروح بقى للناس اللي مشيت من عندك. نعم. انت قلت حسام حسن مكسب كبير النادي الاهلي وبتضمن انه هيكون فروت في منتخبنا الوطني في حاله توفيق ان شاء الله. هل هو خايف من التجربه؟ طبعا اكيد. اي النادي الاهلي نادي كبير جدا، وال البدايه هي مهمه جدا بالنسبه للعيب. بدايته بقى هو اكيد تخوفه من البدايه طبعا، الانطباع الاول. بس هو اصلا لعيب واثق عنده ثقه. طبعا لعيب كويس جدا. طيب نروح من لمصطفى فتحي. مصطفى فتحي الكل يعني شايف انه عمل موسم اكتر من رائع، شايف انه مصطفى ممكن يتألق في الزمالك زي ما تألق في سموحة السنة دي. مدرب المدرب هيوظفه ازاي؟ بس وانت غيرت مراكز بعض اللعيبة زي رجب نبيل مثلا. رجب نبيل ساعات كنت بلعبه باك رايت، عشان ببقى عايز حاجات معينة على حسب. خلي بالك تحليل الماتش الفرق المنافسه دي مهمه جدا بالنسبه لي. عندك محلل اداء كويس؟ لا انا اللي بحلل. ليه بقى؟ هو كده يعني انا من لما بحبش محلل يعني انا ما بحبش اجيب. هم كلهم كويس وكلهم كويسين وكل حاجه. محدش بيقعد يصور لك التمرين ويجهز لك الحاجه كده؟ لا انا في شركه، لكن انا اللي يعني باخد الحاجه. بتاخد الداتا بتشتغل انت عليها؟ بالظبط. انت بتقعد تشتغل قد ايه؟ انا كابتن بمشي من النادي الساعه 12 بالليل. لا ساك من المشي، انا بتكلم يعني بيجي لك التحليل بتاع الشركه وبتبدا بقى تفرغ الداتا دي وتشغلها. بتشغلها وانت في النادي تشتغل عليها؟ لا لا وانا وانا في البيت. وانا في البيت بشتغل عليها، بقعد فتره كبيره يعني. طيب مصطفى فتحي ممكن نروح المنتخب يبقى اساسي؟ هو موجود في المنتخب يعني يبقى اساسي او احتياطي، ده على حسب المدرب. بس لازم يبقى ليه دور زي حسام حسن كده، ما فترات كبيره جدا كان بيروح شرف. لكن هو طبعا لا ربنا يكرمه في الاهلي ويعمل حاجه كويسه هتلاقيه موجود وبيلعب كمان. شايف ان مصطفى يعني اذا ربنا مثلا اكرم حسام حسن ولعب كويس، وده مهاجم والمهاجمين دايما في حاله نظره يعني، شايف ان مصطفى ممكن يبقى نفس التالق في نادي الزمالك، ولا حاسس انه الفرصه هتبقى صعبه لمصطفى في الزمالك يظهر بنفس المظهر اللي ظهر في؟ بص يا كابتن مصطفى، عشان بس الموضوع ده يعني. مصطفى لو انت قلت له دافع في مناطق معينه هيدافع. لكن انت استفادتك منه ايه كمدرب؟ نعم. ان هو يعمل لك الحاجات الهجوميه اللي انت مديها له، فدي ميزته الكبيره جدا. فمش معقول ان ارجعه 60 يارده يدافع ولما يجي يهاجم يبقى خلاص خلص خلصان. لكن مصطفى هو ميزته في النواحي الهجوميه بشكل كبير جدا. بيلعب 90 دقيقه، لان الناس كده يعني اول ما جه مصطفى كان في ناس كتير جدا بتشكك فيها. لا ده كمان اكتر من كده، كان بانتقاد غير طبيعي. لما شافوه دلوقتي يقول لك هو ده مصطفى فتحي اللي نعرفه بعد ما شافوه. لكن في الاخر في الاول خالص اول ما جه ما كانش الكلام ده كده خالص. مصطفى ودعك ازاي؟ يعني جالك كلمك؟ لا يعني هي كانت تأثر جامد جدا، خصوصا انا طبعا كانت سنه كامله معاه، وخصوصا كل اللعيبه اللي بتمشي حتى السنه اللي فاتت. ناصر ماهر، صلاح محسن، ابو الفتوح. ابو الفتوح راح المنتخب من سموحه. مظبوط. فكانت طبعا حاجه مؤثره جدا. كان نفسي طبعا الناس دي تكمل سنه كمان، بتفرق كبير جدا بالنسبه لك كمدرب. اصل انت يا كابتن، انا بالنسبه لي
هم مشوا ناس كتير مشيت يعني وانا بتعمل فرقه جديده فانت هتعيد الشغل من اول وجديد. انا موافقك بس انا بتكلم على مصطفى وماشي يعني قال لك انا نفسي اكمل يا كابتن انا هو يعني اه هو قال لي هو كان مستريح جدا في نادي سموحه مع الباشمهندس فرج كمان وفي نفس الوقت هو بالنسبه له ان انا يعني كان نفسه يبقى موجود معايا كان نفسه يبقى موجود معايا بس. طيب نسال على حمدي عبد القادر او احمد عبد القادر برضو الوداع كان شكله عامل ازاي وهل برضو كان عايز يستمر يكمل معاك؟ طبعا عايز يستمر عبد القادر من النوعيه اللعيبه اللي كانت عايزه تستمر بس هو طبعا النادي الاهلي نادي كبير وفرصته يا ريت ياخد فرصته بشكل فرصته كبير. فرصته شايفها عامله ازاي في النادي الاهلي برضو المدرب يا كابتن؟ ما انا عارف انا بتكلم انت شايف. بص يا كابتن عبد القادر لعيب اسرع من اسرع اللعيبه في الدوري المصري من اسرع سريع جدا من غير كوره مع مهاره من غير كوره سريع نعم. جدا نعم بالكوره سريع جدا دي حاجه ميزه كمان ميزه بقى ان هو مواليد 99 صغير وشخصيته على الجون كانه عنده 35 سنه ده صحيح عنده ثبات انفعالي غير طبيعي ثبات انفعالي غير طبيعي وما بيخافش واثق من نفسه طبعا ما بيخافش خالص ودي خلي بالك من الشخصيات لانه متربي في نادي الاهلي نعم والشخصيه لايقه على نادي الاهلي لايقه ان هو يرجع نادي الاهلي كل بقى ان هو المدرب هيستفاد بيه بالتخمه اللي عنده دي او مش هيستفاد بيه لو مش هيستفاد بيه لا يطلع احسن. ازاي قدرت تخرجه من الحاله النفسيه بعد عدم اختياره مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد؟ قلت له هتروح المنتخب الاول. قلت له هتروح المنتخب الاول. وكان يعني ناس من الجهاز اللي مشي كلموني وكان الولد قريب انه يروح. فعلا. طبعا. بس وانا كنت مستغرب ان هو ما راحش خصوصا اول طبعا خصوصا اول ماتش ده محمد صلاح ما بيلعبش عندك مصطفى فتحي عندك عبد القادر عندك تغييرات في الحته دي ممكن تلحقك بس خلي بالك من حق يعني انت اصلا عندك ما عندكش وقت كمنتخب لو عايز تعمل اداء ونتيجه حلوه مصطفى فتحي موجود يا سلام طبعا. مين اللي بيمتعك في التمرين يعني واضح ان احمد عبد القادر ومصطفى فتحي والله كلهم يا كابتن لا لا معلش ما في يعني احنا مثلا من زمان مثلا كان يمتعنا كابتن صفا طب حليم وكابتن لا. خطيب نقعد نتفرج على الاثنين بنبقى في حاله سحر يعني ما يعني بنبقى مش مستمتعين. لا هو مصطفى مهاري جدا مصطفى فتحي مهاري جدا يعني ما فيش زيه في مصر ياه طبعا ما فيش زيه في مصر والله العظيم والله للدرجه دي هيتاثر الدفاع بغياب محمد عبد المنعم. احنا عندنا طبعا رجب نبيل خبره كبيره عزت كمان من احسن السباكات مصر جبنا نعم. احمد عيد من السيراميكا احمد عيد ده كان في اعاره من سيراميكا للمحله وجبناه سردباك كويس جدا عندنا البدري كان كابتن نادي الانتاج الحربي خدناه السنه اللي فاتت برضو مش مصطفى البدري لا محمود نعم. البدري محمود البدري عشان بس انا بوضح للناس ده سردباك برضو برضو مميز جدا عندنا لا خط ظهر كويس خط ظهر كويس وسندباكات خبره وقدرات احمد عيد صغير برضو وقوي يعني كل ده هو احمد اللي طلع بس من خط الظهر من المفاجات اللي هيبقى عندك السنه الجايه يعني السنه دي فاجئتنا بمصطفى فتحي هو مش لعيب مفاجاه انه لانه معروف من ايام الزمالك بس فاجئتنا بمستواه وبانه بقى هداف بس المفاجاه الحقيقه كانت احمد عبد القادر من وجهه نظر الشخصيه مين السنه الجايه ممكن احمد سامي يقول لنا حطوا عينكم او افتكروا الاسم ده مش مفاجاه يا كابتن لا معلش عشان الناس ما لسه والله ما اعرف لا الناس تتابعه الناس ما انا مش عارف الاسم لما بيرن كده طالما ضميته خلاص مفيش خوف ما الحلقه الجايه بقى ان شاء الله مع حضرتك هقول لك لسه ما يعني لسه ما يعني في التمرين اعرف لسه طب خلينا نقفل الحلقه دي ونبدا الحلقه الجايه لسه كابتن ايه رايك خلاص شكرا اعزائي المشاهدين الان الى الحلقه القادمه كابتن احمد منو اللعيبه هيبقى مفاجاه عندك السنه الجايه ده اول سؤال في الحلقه الجديده والله يا كابتن انا بص انا جبت لعيبه ممتاز به جبت مصطفى خواجه ده من سماد ابو قير وجبت عمار شرف الدين ده من بلديه المحله وجبت احمد عيد وجبت فهد من النادي الاهلي راس حربه حته مهاجم
لا مش قوي كده كابتن لسه. والله العظيم لسه ما عملش حاجه. لا انا شفت اصلا انت عارف كنت بتابع مباراه الشباب عشان مصطفى لما يلعب يا كابتن. لا انا مش قصدي حاجه يعني. اهو ده بقى زي ما انت بتقول كده، اذا حسام حسن ربنا كتب له التوفيق مع النادي الاهلي، اذا الواد ده ربنا كتب له التوفيق معاك هيبقى اكتشاف ان شاء الله. وانا عارف انك في الحاجات دي بتعرف ترجلش يعني، بتعرف ترجلش اللعيب يعني ان شاء الله يعني. ان شاء الله يعني. بتمرن كويس جدا. بتمرن كويس جدا وجبت مهاجم اسمه سيلا من غينيا وجبت لعيب من انجولا في السر كده بس اسعار. بس انا اقول لحضرتك الناس اللي مش عارفاه، ناس واخدة فكرة ان الباشمهندس فرج بيجيب لعيبة غالية لا 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 مفيش الكلام ده خالص. لا 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 عندي سقف لو حضرتك عرفته هتتخض بس مش لازم ما عنديش القدرات. عندي سقف هتتخض. باشمهندس فرج بيجيب اللعيبة بيجي اللعيبة بتتطور في سموحة وبتتباع، دي حاجة كويسة طبعا. لكن انا بقى اشتري مفيش الكلام ده، عقد كبير مفيش الكلام ده خالص، مش موجود بس انت عامل زي اوروبا كده، هولندا مثلا اللعيب يلعب شويه في هولندا ويطلع، او في بلجيكا او في سويسرا ويطلع منها على الدورات الكبيره، فسموحه عامله كده يعني اللعيب يكسر الدنيا ويتحرك بقى للاهلي، يتحرك للزمالك، يتحرك للبيراميدز، يتحرك لاي نادي، بس السعر بيختلف او يحترف بره. وده بيحصل. ده طيب نسيت اجي انا قلت حضرتك، بس انا في حد برضه جبته بيكهام. لسه كنت اسالك عن بيكهام. بيكام بس هو كان فتره مديله فتره راحه كده وهيبتدي معانا من بكره. هتوظفه سيرد باك ولا باك رايت ولا ديفندر؟ بيلعب في الثلاثه. بيلعب في الثلاثه ان شاء الله على حسب، الدوري طويل وممكن نستعمله في كل المراكز. ان شاء الله. كلمت معاه؟ طبعا قعدت معاه. قعدت شفت عقليته ايه وانت بتتكلم؟ ده عقليته اولا خلي بالك فيه كمان، هو بيكام كان فتره كبيره جدا في وادي دجله وراح نادي الاهلي فشخصيته هاديه ودي حاجه ميزه كبيره جدا وذكي واللعيب الذكي ده انا احبه جدا. بس نرجع بقى لقصه افريقيا. دي قصه كبيره يا كابتن. وجعاكوا لسه؟ جدا. يعني مش يعني اصل انا ايه، كان في دوري موقوف بقاله شهر. مظبوط. طب انت يا كابتن عندك معلومه تقول لي الجواب الاتحاد الافريقي راح للاتحاد المصري يوم كام؟ قال له يوم 10 لازم تبعت القايمه للاربع انديه. انت عندك التاريخ؟ لا محدش هنا عنده التاريخ. الاتحاد الكوره عنده التاريخ اكيد. طب بيطلع يقول جالي يوم كذا وانا خبيت الجواب لغايه يوم كذا. المفروض جالك الجواب ده حاجه كبيره على الاتحاد، مش هيقدر يعمل حاجه طبعا. فيعمل ايه؟ يروح عامل دوري موقوف بقاله شهر. يطلع يقول ماتش، اول ماتش في الدوري ده هيحدد مين الرابع ومين التالت. اول ماتش بعد الشهر عندك امبي. امبي اتعادلت للاسف. بس ثلاث ايام وبقيت الرابع بعديه. مظبوط. طب ده ده طب خلاص انت تعمل كده قبليها ب 15 يوم تبقى الناس عندها برضو الفكره، عشان ما حدش يقول لك ما اعرفش. لكن انا اعرف الساعه 12 الظهر قبل الماتش. ياه. والله واحده كمان الساعه واحده. يعني ما تلحقش حتى توصل الدوافع للعيبه. خليني اسالك، لو انك رشحت للعب في البطوله العربيه، البطوله العربيه ناجحه جدا جدا. لا بس بس يا كابتن كلمه رشحت دي انا معترض عليها. لا انا بس يعني ما خلي بالك في النهايه هو مش قرار الاتحاد. لا يبقى قرار الاتحاد، ما انت لازم تعوضني. انت غصب عنك وخليتني انا رابع وما رحتش الكونفدراليه. كمان هترشح في الحلقه ونبدا الحلقه الثالثه كمان هترشح يا كابتن. لا خليني اقول لك بس، هو بيحصل ايه؟ الاتحاد العربي بيقول لك اول وتاني الدوري زي افريقيا، فانت عندك اول وتاني الدوري مش متاحين. طيب فيقول لك سيبني انا اختار، هكمل لك انا هريحك في الاخر، فيقول لك سيبني انا اختار. فدايما بيروح ايه للانديه ذات الشعبيه، الاتحاد السكندري، الاسماعيلي، المصري، هكذا. انت مصري خلاص بره الموضوع يعني. فيتبقى دلوقتي عندك ناديين من ثلاث انديه، سموحه، اتحاد سكندري، اسماعيلي، تبقى لترتيبهم في جدول المسابقه. مركز معايا؟ مركز. لانه الاول والثاني مشاركين في افريقيا، الثالث والخامس مشاركين في افريقيا، الرابع اللي هو حضرتك الخامس الرابع اللي هو حضرتك مش السادس طلع ايه امبي كمان مش امبي السادس السادس امبي السادس. يبقى ما بين سموحه وانبي الانديه الغير جماهيريه مجازا يعني، والاتحاد والاسماعيلي الانديه الجماهيريه. الاسماعيلي عنده يعني ربنا يكون في عونه
يعني انا لو في الاسماعيلي ينصحوني اقول لهم ما تدخلوش بطولات عربيه ولا افريقيه ولا حاجه، عيد بنائك يعني. فلو بقى اتحاد الكوره تدخل مع الاتحاد، اول مره اطول في السؤال كده، تدخل مع الاتحاد العربي وسموحه بقى في البطوله العربيه، هتشوف ان ده تعويض مناسب عن عدم مشاركتك في افريقيا؟ طبعا طبعا. وبعدين السؤال ده كله وبعدين في الاخر تقول لي طبعا. طبعا نعم. يا كابتن ليه بقى اقول لحضرتك؟ نعم. اولا ما فيش جمهور. نعم. الحته الشعبيه دي نادي الاسماعيلي نادي كبير جدا، نادي الاتحاد ده نادي كبير جدا. واحد منهم عنده فرصه. واحد عنده منهم فرصه. نعم. لكن برضو انت لما تيجي تحسبها مين السادس؟ إنبي. ما هو إنبي برضو يقول لك انا عايز اروح. فانت طالما انت تاخدها بالترتيب زي كل العالم. البطولات مترتبه. بطوله ابطال الدوري، اهلي وزمالك، كونفدراليه ثالث ورابع، انت بقى مع ظروف استثنائيه ما دخلتش واتظلمت، يبقى تروح البطوله العربيه، والسادس يروح البطوله العربيه. شايف ان سيبك بقى من السادس دلوقتي، يعني انا بقول لحضرتك كابتن حلمي طلال، ما هو يجي كابتن حلمي طلال يبقى ده حقه. انا بتكلم بالنيابه عن الكابتن حلمي. طيب خلينا نقول انه شايف انه حقك الطبيعي ان سموحه يكون في البطوله العربيه. طبعا. طيب خلينا بقى نستبق الاحداث وشاركت في البطوله العربيه. هيبقى طموحك ايه؟ اوصل لابعد حدود. يعني عايز اوصل لابعد حدود، طموحي كبير جدا، بس يعني ان شاء الله باذن الله نشرف الكره المصريه. ليه حسيت انا في البدايه في كلامك كده انك مش متفائل لكاس مصر؟ اولا قلت عدد كبير جدا من اللعيبه مشوا، وقلت كان الافضل الغاء المسابقه. طبيعي يا كابتن، انت حضرتك شايف وانت موجود في يعني في القصه معانا، يعني انت شايف ان فجاه يعمل الكاس ليه؟ انا مش عارف برضو يعني ايه الغرض؟ مسابقه لازم تكتمل، هو كل حاجه مسابقه لازم تكتمل. ما انت السنه اللي فاتت كملت الكاس بعد الدوري برضو. مش عارف، انا ما اعرفش، بس انا يعني انا بالنسبه لي دي مفروض فتره نقاهه للعيبه. نقاها طبعا، اللعيبه اتحرقت يا كابتن. لو اي مدرب او مستشار في اتحاد الكوره لازم يقول يا جماعه كده غلط، كده اللعيب المصري انت بتموته. انت لو خبير تشريح مش هيعرف يعمل ريكفري للعيبه. صعب. صعب جدا. كنت طبعا بتلاقي صعوبه كبيره. صعب جدا. طبعا ده في وقت من الاوقات يا كابتن ما بيتمرنوش خالص. ياه. والله اخر الماتشات ما كانش في تمرين خالص. بنزل يتمشوا يا نهار ابيض بس وخلاص، وينزل يعمل تلج والكلام ده، ولا كرات ثابته ولا حاجه خالص، ولا حاجه خالص لهذه الدرجه. لهذه الدرجه طبعا. اللعبه مش قادره. شايف الدوري السنه الجايه المنافسه هتبقى فيه عامله ازاي، سواء المنافسه على اللقب او الهروب من الهبوط؟ لا ده السنه الجايه بقى فيه مطحنه في ناس كتير قوي، في يعني في انا شايف التدعيمات بشكل كبير جدا. البنك الاهلي، بيراميدز، الاتحاد ماشيين في هدوء. واحده واحده وتاتا تاتا. فيوتشر، فاركو، انديه كبيره جدا، كتير جدا، انديه كتير كويس. جدا. وخناقات على اللعيب هيقوي شكل المسابقه. طبعا لو منتظم. هل من الممكن ان نجد بطل جديد للدوري الموسم الجديد غير الاهلي والزمالك؟ صعب. صعب برضه. صعب. عايز بص يا كابتن، عايز حاجات كتير جدا عشان تشوف المنظر ده. حاجات كتير جدا. اولا نظام، قرارات ماشيه على الكبير والصغير. مفيش هزار في اي حاجه. مفيش ضغط في اي حاجه. هتلاقي ممكن تلاقي المرحله دي، لكن المرحله دي لا، لسه مش دلوقتي. من الظواهر الغريبه جدا في الدوري هذا الموسم انه الثلاثي اللي صعد بقي في الدوري العام. البنك الاهلي. البنك الاهلي وغزل المحله. ومين ثالثهم يا جماعه؟ افتكر لك ثالثهم دلوقتي. كل سيراميكا. سيراميكا. قعدوا. السنه دي الفرق اللي صعدت شايف انها فرصها انها تبقى تبقى عامل فاركو وفيوتشر والشرقيه للدخان. مع اغششك يعني الحاله اللي عليها المقاصه اللي بيبيع كل لعيبته. في أزمة مادية طاحنة جدا في مصر المقاصة. النتائج الصعبة جدا لغزل المحلة، 13 مباراة تعادل مباراتين أو ثلاث مباريات بس في الدور الثاني. مفيش تدعيمات شايفينها في شرقية الدخان، كنا متخيلين هتبقى تدعيمات أكتر من كده وأحسن من كده. ما احنا قلنا كده على المحلة برضه ما تضمنش، ممكن برضه شرقية الدخان تعمل مفاجأة.
لانه ممكن يكون احتفظ ببعض اللعيبه الكتير من الممتاز به طلعوا معاه، ممكن يحصل نفس التجربه بتاعه غازي المحل يعني ما تعرفش. بس الحقيقه خالد ايه فرق، لانه عينيه هايله وجاب من الحته اللي حواليه كده كام لعيب وعمل دور اول كان مفاجاه وبدا الدور الثاني بس بعد كده هربت منه. مش مشكله يعني هو في الاخر هو اللعيبه دي كانت مكمله معاه في الممتاز به، هو دعم بس تدعيمات مش كتير. لكن انا شايف الدوري السنه الجايه التدعيمات كتير جدا، فرق كتير وكله عايز هيبقى عنده طموح بشكل كبير جدا يقعد في مراكز كويسه او يقعد في الدوري الممتاز. فانا شايف ان الدوري السنه الجايه هيبقى فيه تنافس اكتر. هل تقدر تقول مرشح اول للبطوله ولا بقى صعب اللي ياخد الدوري؟ اهلي وزمالك. اهلي وزمالك ويعني بيراميدز لو وصل للحاله يبقى تنافس معاهم. كلامك كتير ان بيراميدز هيغير مدربه، شايفه صح ولا غلط؟ انا انت عارف يا كابتن ما بحبش اقول رايي في حاجات كده، بس يعني انا 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 شايف ان 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 المدرب عليه العامل الكبير جدا في بيراميدز. المدرب المدرب عليه عامل كبير جدا في بيراميدز في اختيار لعيبه هو عايزها، في نظام، في شخصيه قويه. خليني بقى اخدك في الاجزاء الاخيره في الدوري عشان ارجع للمنتخب وبعدين اختم معاك بالاسئله السريعه. يعني احمد سامي والتدريب في الاهلي او المنتخب بيبقى حلم لكل طبعا. مدرب يعني طبعا. ما حدش كلمك انك تكمل او انك تبقى يعني تيجي تخش الجهاز في النادي الاهلي وبعد كده تبقى مدرب مدير فني يعني تبدأ من تحت شويه، ولا انت خلاص بقيت مدير فني لن تدخل النادي الاهلي او المنتخب الا مديرا فنيا؟ انا ما بحبش البروباجندا يا كابتن. يعني انا كمدرب ما بحبش اتكلم لا انا المدير الفني انا اللي ما بخشش لا. ونادي الاهلي انا اتربيت في النادي الاهلي والنادي الاهلي صاحب فضل عليا، وفي نفس الوقت مش عايز اقول لك كلام انشا وكلام يعني استقطب جمهور او حاجه زي كده. انا بكلمك عموما، النادي الاهلي بيجيب مدربين اجانب، وانا ما بشتغلش مساعد مدرب مع مدربين اجانب، وبشتغلش مساعد مع مدربين مصريين. فالنادي الاهلي لو عايزني في اي حاجه حتى مش مدير فني، لو في اي حاجه تانية انا يعني مش هتأخر. لكن حته ان انا اشتغل مساعد مش هتبقى مع حياه الاحتراف اللي موجوده دلوقتي والمدربين بيلفوا على الانديه. كان زمان لما تيجي تسأله تقول له يجي لك عرض من الزمالك يقول لك لا معلش انا، او يجي لك عرض من الاهلي تقول له يقول لك لا معلش. هل الدنيا اتغيرت بالنسبه لاحمد سامي؟ شايف انه الدنيا بقت مفتوحه ما فيهاش مشاكل لو جالك عرض من هنا او من هنا؟ يجي لي عرض وكل حاجه ما يعني الحمد لله يعني الحمد لله الموسم ده سموحه عملت بشكل كويس بمساعده مش انا لوحدي، الاداره واللعيبه وجهاز المعاون جهاز الفني المعاون هم كلهم برضو كلهم تبع المنظومه. لكن الحمد لله انا جالي عروض وجالي عروض كبيره وانا ما بس أنا مش اهلي او زمالك. لا مش اهلي وزمالك. انا ملتزم مع جالك عروض كبيره في الدوري المصري بس انا ملتزم مع الباشمهندس مستريح معاه مستريح معاه رغم فرق الراتب كان كبير يعني بس انا مستريح ومبسوط في نادي سموحه. مش كل حاجه الفلوس. مبسوط في نادي سموحه مش كل حاجه الفلوس ده مريحك. مش كل حاجه الفلوس. وانا من نوعيه المدربين لما بيتحط لي العقد ممكن تسال باشمهندس فرج بمضي وما بشوفش كام. وهتقولها غريبه انا كده بس مرتاح نفسيا. مستريح نفسيا خلاص جدا وجود نفسي. كابتن ضياء السيد، كابتن محمد شوقي، كابتن عصام الحضري في جهاز المنتخب الجديد، والراجل جاي ومعاه ثلاث مساعدين. في ناس بتفسر او بتحلل، بلاش تفسر يعني، تقول لك الراجل جاي بالمعاونين بتوعه لكن لازم يكون في معاونين مصريين كتير موجودين في الجهاز. لا 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 طبعا. طب ايه واحد بس؟ واحد بس يعني ايه؟ واحد مصري بس. واحد مصري بس؟ بس. طب ما في مدرب حراس بتشيله بره. مدرب حراس لا كابتن عصام الحضري. ايوه ماشي مدرب حراس دي حاجه، انا بتكلم على الجهاز المعاون. ما هم اتنين ضياء ومحمد شوقي، فرقت يعني؟ انا مش عايز اقول كلام لا يعني قول بالعكس انا هتكلم بصراحه يعني هو جهاز المعاون الاجنبي بيبقوا قافلين على بعض شويه عشان ياخد الثقه ان يسمع كلام المدرب. انا بقول لك كلام ما حدش هيقوله لحضرتك. عشان ياخد الثقه ان يسمع كلام الكابتن ضياء هياخد وقت، لانهم ما بيثقوش قوي المدربين الاجانب بسرعه قوي في المدربين
اللي هم مش جنسية تانية. بس أكثر واحد بريح في الدنيا في التعامل ضد السريع ملاش علاقة، ده مدرب أجنبي جاي ومعاه الاستاف بتاعه. الطبيعي ان هو هيبقى مصدر ثقه بالنسبه له هو الاستاف بتاعه. عشان يستشير الكابتن ضيا هياخد وقت. فالطبيعي ايه؟ طبيعي ان انا اجيب مدرب صغير معه مش كابتن ضيا بس، لان دي ممكن تعمل الحساسيه. كابتن ضيا مدرب كبير جدا، مدرب اشتغل قبل كده في منتخب بشكل كبير، وكان في تعاون بينه وبين برادلي بشكل كبير جدا 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 جدا. بس مش كل برادلي ما كانش معاه مساعدين بالظبط. ما دي تفرق بقى كابتن. فدي مش تقليل، خلي بالك الكلام اللي بقوله حضرتك ده مش تقليل في كابتن ضيا. لا بالعكس، انا بتكلم عموما في نظام الشغل. في نظام الشغل مش حاجه. لان ضيا كان المدرب الاول مع برادلي، لانه ما كانش معاه مساعدين. وبعدين عنده كتير بقى زي محمد صلاح وزي النني وزي حجازي، دول كانوا اولاده بالظبط في منتخب الشباب، فعندهم ثقه في يعني. طيب مباراتين ليبيا شايفهم ازاي؟ ليبيا عندها ثقه كبيره جدا في نفسها. صحيح. والماتش اللي في ليبيا هيبقى صعب، الارض كمان صعبه، ترتان وما اعرفش بقى ممكن محمد صلاح هيلعب عليه ولا ما الله اعلم. ما تعرفش بقى اللعيبه المحترفين هيلعبوا على الارض محمد دي. مش هيلعب الماتش ده، لكن هناك ما فيش، هم مش ريد زون يعني، يعني قانونا يلعب. يعني بتكلم على الملعب، بتكلم على الملعب نفسه. لكن الماتش اللي هنا ده بالنسبه لك مفترق طرق، لازم تكسب، لازم. بص اي نتيجه تانية في حاله معنويه عاليه جدا عند وماشيين كويس يعني. انا فاهم، معسكر وماتشات وديه ومركزين. خلي بالك اللعيبه اللي بيها لعيبه كويسه جدا. كان عندي الترهوني هايل وكان والكروس بتاعه لعيب كوره، عندهم لعيبه كويسه. مش موجود في المنتخب الترهوني. سابر مؤيد اللافي، عندهم سند الورفيلي، وعندهم لعيبه كويسه قوي. عندهم لعيبه، هم من اللعيبه اللي هم عندهم حماس كبير جدا. اللعيبه الليبيه عندهم حماس كبير. هوني هوني لعيب كويس قوي طبعا، هايل كمان. فانا شايف ان الماتش مش هيبقى سهل هنا ولا اللي هنا سهل، ولا اللي هنا سهل طبعا. خلينا ناخدك فقره الاسئله السريعه، ارهقناك النهارده. فرص تاهل منتخب مصر للمرحله النهائيه في تصفيات المونديال، كبيره، متوسطه، ضعيفه؟ متوسطة. متوسطة. هذا الفريق كان الأكثر ثباتا في المستوى خلال الموسم الماضي. ممكن تقول سموحة على فكرة. سموحة. سموحة. بيتسو موسيماني كان من السهل أن يفوز بالدوري وأضاع أسهل دوري في مسيرة النادي الأهلي. هو مش أسهل. لكن هو كان لو كسب ماتشاته كان خد الدوري. والزمالك كسب ماتشاته. مين يعني، هل هو السبب الأول في الخسارة موسيماني؟ ولا الارهاق والاجهاد برضو؟ لا، عنده لعيبه كتير. هو برضو من اسباب يعني برضو. انا مش عايز اقول لك موسيماني، انا ما بحبش اتكلم عن المدربين. بس يعني ايه، كل يعني اي حاجه بتحصل لازم المدرب يبقى فيه بيتحمل جزء. بيتحمل جزء. التحكيم الاجنبي ممكن يضاعف من فرص سموحه في الفوز بالكاس 50% على الاقل، ويعوض لنا الظلم اللي حصل لنا فيما قبل. ممكن مسانده كروش تضمن له النجاح مع المنتخب بنفس قدر نجاح جوزيه مع الاهلي. لازم نسانده. فعشان كده انا لما اتكلمت على كارلوس دلوقتي، انا مساند للمنتخب. مساند للمنتخب يعني. هذا المدرب الوطني كان الانسب لقياده المنتخب لو كان مصريا خلفا للبدري. مش عايز اقول اسامي كتير. اقول اسم. لا مش عايز. طب قولوا اتنين. اقول اتنين. اقول كابتن حلمي طولان. ممكن كابتن إيهاب جلال، كابتن حسام حسن. في مدربين. طيب انا قلت لك قول اسم وبعدين قلت كل خدتني لحد ثلاثة. هذا اللاعب من الصعب تعويضه في سموحه الموسم الجديد. مصطفى فتحي. كابتن احمد نورتني وشرفتني، وان شاء الله هستضيفك السنه الجايه وانت في مركز افضل باذن الله. والله انت جميل، وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. بشكرك. شكرا كابتن شوبير، وانا مبسوط اني كنت مع حضرتك. حبيبي يا ابو حميد، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع كابتن احمد سامي. بعد الفاصل لقاء مع التاريخ، خضر التوني، ميداليه ذهبيه في اولمبياد برلين من زمن الزمن، قصته مع هتلر هل كانت حقيقيه ولا لا، قصص انسانيه في حياه خضر التوني. لأول مرة اللواء شكري خضر التوني هيكون موجود معانا، ومرة تانية بشكر الزميل عزيز زغلول صيام لأن هو صاحب الفضل إن احنا نفكر في هذه اللقاءات.